رئيس وزارة كحجينكا دلك الصومالي محمد عمر عرتا يا وحا وشعب كصومالي دي بيش عالم كوباقي إن قرقار دقدق للقار ضدك باروها إساميين سيدا وربحين تواركانا إن وقصو دللي وريه إن مقالة مقدشو سينب محمد آدن قد ديگاني أبارها وككوبان حبناك سعودو مامل قبلية دلك يدولة الصومالية يا كلان مانتا يكويشين حفيز كريز الوزارة هي حكومة الصومالية يا وحا اي سو جيديين باق ان عاويمات دك دك اهلا سمييو سي لو عاويو ددك اي اوارو ساميين شركة جرائي دي سوغي مادين قد ديگا اي مركو سو قبقبوبي وحا ورباين تلاها اللي ريز الوزارة كحوغين كحكومة الصومالية محمد عمر عرتي قالب اساقونا كور بحي وحيابي اي قد ديگا اسلا سو قارين وحا هل كان انشعالها هينان باق وقصو تشيريو بمان ومد الصوماليات انت قده دالك دي ستشوكتا انت دي بدي سبك كنول باقاس وان دون انو ان لوغو قرمدو داتكي صوماليات امالك ستبت شوكي اي عبارتو كو هبستي اي حوليه يدادكو با اي رنتي كوچيران اما كمانت ان اي لنتان إن مركا دق دق وحلوله سوغارو وانو كسونا هاي وقتغان لغو تشيرو ووقتغي تشيلالكا روبكينا و إلاس دح بلوضو كلا ايو هرسنتا هاي وحاوغو هرين سمينينا دمانتين واحد تاينين إلهي سبحانه وتعالى انهورت إلهي برينو استغفار كبادينو سيلاهي ونوغو سو دتشيو وينوسو دتشيو روبكين ود دادتكا تاسم با دادتكا ودى غاري كرتا oo umada ay ku diirsan kartaa marka labaad waxa weeyaan dalkan iyo dadkan inaka kale inaan ku isku tiirsano oo aan ka shaqeyno sidii aynu isugu gargaari lahayn oo keenay jilicsan aan ugu gargaari lahayn sekelin ku sameyn kareenana waxay tahay inaynu bilowno in qof kasto inaga mid ah ku wax yar haya iyo ku wax yar wax weyn haya labadaba aanu dhamaanteen ka shaqeyno sidoo umada aynu gargaari lahayn guddigii qaran ee gargaarka degdega ah abaaraha oo maanta kulankiisa ugu horeeyay aan fadhiisanay waxa aanu doonaynaa in aan Ilaahay idinkii si ugu dhaqsaha badan leh ay u hawlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dawladdu ay qaban lahayd iyo dawlad goboleedyada labadaba ay timaado oo markaa qorsheheedii aan maanta kow ka bilownay kuna maxaa la yiraahdaa in aanu aad iyo aad ugu rajo weynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyay ay midho dhal yeeshaan oo timaado in markaa dadkii wax lala gaaro Zeena Maxamed Aadan Soomaali Cable magaalada Muqdisho